بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الله تعالى قد خلق الأيام والليالي وفاضل بينها، ومن أفضل أيام الدنيا ومن أفضل شهور السنة شهر رمضان المبارك. فكيف نتعامل مع هذا الشهر، ولماذا كان هذا الشهر من أفضل شهور السنة بامتياز؟ لا شك أن شهر رمضان من الشهور العظيمة الفضيلة التي يحتفل بها المسلمون ويجدون في استغلالها. منهم من يعلم فضل الشهر فيعمل له، ومنهم من وجد المجتمع على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو فاشتغل بما اشتغل به الناس. ولكي نكون كلنا الرجل الأول الذي يحتفل برمضان ويستعد له عن علم بفضل هذا الشهر، فإننا نقف بحول الله عز وجل مع شيء من مقاصد الصيام ومقاصد رمضان، ومن الفضل والتواب العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. فمن المقاصد الكبرى التي شرع لأجلها رمضان هو أن يتحقق المسلم بمقام التقوى، والتقوى هي أن تكون فيما يحب الله وتجتنب ما يسخط الله تعالى. ذلك أن الإنسان بوقع ما يزين له من الشهوات قد تغلبه نفسه وقد يعصي وقد يذنب، فيأتيه رمضان لكي يساعده على التحكم في هذه الشهوات، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تصفد في رمضان أو مرضت الشياطين. وذلك أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا ضيقت تلك المنافذ بالصيام فإن الإنسان يكون أقدر وأجدر على امتلاك نفسه والتحكم في شهواته. لذلك من المقاصد الكبرى التي ينبغي أن يقصدها المسلم من صيام شهر رمضان هو أن يستحضر هذا المقام، مقام التقوى. لذلك الفارق بين من سيصوم رمضان ومن لن يصوم رمضان هو ماذا سيكون بعد رمضان. فالذي سيصوم رمضان بحق وصدق لا شك أنه سيكون بعد رمضان خيرا منه قبل رمضان. كذلك من المقاصد الكبرى التي شرع لأجلها الصيام كما جاء في تدليل آيات الصيام من سورة البقرة لعلكم تشكرون، أي أن تستشعر شكر النعمة، والشكر هو شطر الإيمان الثاني، كما ورد أن الإيمان شطران، شطر شكر وشطر صبر، أي شطر فيه شكر على النعمة وشطر فيه ونصف فيه صبر على البلاء. ورمضان يعلمنا أن نكون من الشاكرين لأنعم الله عز وجل، لأن الإنسان ربما إذا ألف النعمة من الأكل والشرب والتمتع بشهوة الجنس ربما قد يألف هذه النعم ويعدها في الأمور البسيطة العادية، فعندما يمتنع عن هذا الطعام وعن هذا الشراب وعن هذه الشهوة في رمضان فإنه يعلم حقيقة هذه النعم فيتحقق بمقام الشكر لله تعالى. ثم من المقاصد الكبرى للصيام، وهذا أمر يجعلنا نحس بعظمة دين الإسلام، هو أن الإسلام جاء لكي يجعل الإنسان يتحكم في غرائزه وشهواته. بل إن من المقاصد الكبرى للصيام هو الانقطاع عن الاستهلاك، وهذا الأمر يحتاج منا إلى تفصيل، وكيف أن الحضارة المادية والحركة الاستعمارية والقتل والحروب التي شهدتها البشرية انطلقت من هذا المنزع الاستهلاكي للإنسان. فيأتي رمضان وشهر الصيام لكي يعلمك التحكم في نمطك الاستهلاكي ويجعلك تستهلك وفق حاجاتك الطبيعية. وربما إذا عدنا إلى بداية قصة وجود الإنسان على هاته البسيطة نجد الله عز وجل يخاطب آدم عليه السلام فيقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فحددت الآية أن الجنة التي كانت نعيما لأبينا آدم هي الجنة التي تتحقق فيها الحاجات الأساسية الكبرى للإنسان، ألا يجوع، ألا يعرى، ألا يضمأ وألا يضحى، يعني الطعام والشراب واللباس والمسكن. لذلك يأتيك رمضان لكي يعيدك إلى هذا التحكم في الاستهلاك وفي الشهوات، لكي تكون أجدر وأقدر على التحكم في الاستهلاك بعد رمضان. وهذا مما خالفه المسلمون اليوم، لأن استهلاكهم يزداد في رمضان.
ومن المقاصد الكبرى للصيام التي ترتبط بالحد من غريزة ونزوة الاستهلاك المفرطة لدى الإنسان، التي تجعله يقتني أشياء ويستعمل أشياء تجاوز حاجته، بوقع ما يضغط عليه من الإعلانات والإشهارات التي تزين له أمورا فتجعلها في حكم الأساسيات التي ليست داخلة في هذا الأمر، وأن رمضان من مقاصده أن يعلمنا أن نضحي ونشعر بالآخرين. فالإنسان لا يمكن أن يضحي ويشعر بالآخرين إلا إذا تقلل من المنزع الاستهلاكي. فأنت لا يمكن أن تعطي الصدقة أو تعين الفقير أو تعطي الناس إلا إذا قللت من استهلاكاتك وتحكمت في شهوتك الاستهلاكية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر عنه أنه كان شديد الجود في رمضان، كان هو جوادا في الأصل ولكنه كان يزداد جوده في رمضان إذا كان صائما، فكأنه الريح المرسلة، أي أنه لا يضع مكانا يمكن أن يجود فيه أو يعطي فيه إلا ويفيض من عطائه على الناس. لذلك الإنسان عليه أن يتعلم في رمضان أن يجود ويعطي ويشعر بألام الآخرين، بل إنك عندما تصوم ويلمسك ويلسعك الجوع والعطش تحس نوع إحساس بما يحس به غيرك طوال العام إذا كان من الفقراء والمحتاجين. وهذين المقصدين، مقصد التقلل من الاستهلاك والجود والعطاء للناس، يرتبطان كذلك بالمقصد الآخر من مقاصد الصيام، وهو التربية الدعوية والتربية الإيمانية للنفس، لكي يصبح الإنسان معدا لخدمة المجتمع. والدليل هو أن الله عز وجل قبل أن يرسل أبانا آدم لكي ينزل إلى الأرض أمره بالصيام. فالله عز وجل عندما خلق آدم خلقه لكي يكون خليفته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فقبل أن يكون آدم صالحا للخلافة في الأرض احتاج إلى أن يأمره الله بالصيام، فأمره أن لا يأكل من الشجرة. كذلك قصة أخرى في القرآن الكريم، طالوت وجالوت، والقصة التي جاء في القرآن خبرها، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله عز وجل عندما أراد أن يمحص هؤلاء وأن يجعل لهم محطة يبين لهم فيها مدى استعدادهم للجهاد أمرهم بالصيام، أمرهم أن لا يشربوا من النهر. فهؤلاء الذين أمرهم الله عز وجل بعدم الشرب من النهر فشربوا منعوا من الجهاد. لماذا؟ لأنهم سيجاهدون لحاجة في أنفسهم لا لإعلاء كلمة الله عز وجل. هذا نراه ماتنا اليوم، عندما يعني ينطلق بعض الناس يدعون أنهم ينصرون دين الله فيذهبون ليفسدوا في الأرض، لأنهم ما تربوا من الداخل. لأن المسلمين في حركتهم الدعوية الأولى انطلقوا يبغون رحمة الناس. لذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي سيدنا علي إذا أرسله في يعني الغزوات، يقول له يعني أن الله عز وجل أن يهدي بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أن الهدف ليس هو القتل أو لا، الهدف كان هو أن الناس يدخلون في دين الله عز وجل. لذلك كان الله عز وجل قبل أن يأمر النبي أو القوم بالفتح أو غيرها من الأمور يفترض عليهم الصيام، لأن الإنسان عندما يكون صائما يتحكم في شهواته وغرائزه، وبالتأكيد هو لن يخرج طمعا في متاع الحياة الدنيا. وهذا نراه في الحركات الاستعمارية الكبرى التي شهدها العالم، عندما انطلقت من غاية تكتير الاستهلاك رأينا المجازر ورأينا ما يندى له جبين الإنسانية. لأن الإنسان إذا لم يتحكم في غرائزه وشهواته ولم يتحكم في استهلاكه ولم يشعر بهموم الناس الآخرين فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. لذلك من المقاصد الكبرى لهذا الشهر الفضيل أن يتربى الإنسان وأن يعد نفسه لكي يخدم الناس ولكي يساعدهم ويعينهم. لذلك هذه المقاصد الكبرى لشهر رمضان إذا لم يستحضرها العبد في صيامه فإنه لن يستفيد من رمضان كبير استفادة. لأن رمضان هو دورة تأهيلية للنفس، وهو محطة جعلها الله عز وجل للإنسان لكي يعد نفسه ويستعد لعمره كله. لذلك أيضا من المقاصد التي ينبغي أن ننتبه لها في الصيام هو أن رمضان مثل المصيدة التي جعلها الله عز وجل لنا لكي نذوق حلاوة العبادات. كثير من المسلمين الذين يحافظون على صلاة الفجر إنما جربوا صلاة الفجر في رمضان فعلموا حلاوة ولذة هذه الصلاة. كثير من المسلمين
إنما عرفوا وعرفوا لذة وحلاوة القرآن لأنهم تلوه في رمضان، فكان رمضان سبيلا لهم لكي يحافظوا على التلاوة طول العام. كذلك كثير من المسلمين ذاقوا حلاوة الجود والعطاء لأنهم ذاقوا حلاوة الصيام في رمضان فتعلموا الجود وغير ذلك. بل إن من المقاصد الكبرى للصيام هو أن نتحقق بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق، وهذا مما يعني عكسه المسلمون اليوم. الإنسان عندما يكون صائم الأصل فيه أن يتحكم في غضبه ويتحكم في الأمور التي تثير لديه المشاكل، بل عليه أن يكون في يوم صومه هادئا وديعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله عز وجل لن يعود عليه جوعنا وعطشنا بكبير نفع. لكن الله عز وجل أراد لنا من صيام رمضان أن نتدرب على محاسن الأخلاق. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنا صائمين، إذا سابنا أحد أو شاتمنا أو آدانا، أن نقول: اللهم إني صائم مرتين. المرة الأولى نقولها في أنفسنا لكي نذكر أنفسنا بأننا الصيام، والصيام يمنعنا عن الفجور والكلام الفاحش والإساءة إلى الناس. ثم نقول الثانية جهرا. لماذا؟ لكي نذكر الرجل الذي أمامنا أنه أيضا هو صائم. والصيام محطة للتدرب على مكارم الأخلاق وفضائلها. لذلك هذه المقاصد الكبرى التي ذكرنا شيئا منها، وإلا فإنها يمكن أن تتعدد وتتكاثر، لكننا ذكرنا شيئا منها تخبرنا أن الذي لن يحقق هذه المقاصد فهو على وجه التحقيق ليس بصائم. لذلك المسلم عليه أن يدخل إلى رمضان بهذه المقاصد حتى يخرج من رمضان وقد تزكى وتربى وحقق مقاصد الصيام. فإن الصيام بمقاصده وأهدافه ليس بالصيام في حد ذاته. لذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصومون رمضان ويقومونه إيمانا واحتسابا، وممن يكونون بعد رمضان خيرا منهم قبل رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم طابت لكم الأفراح، وكنتم من الله أقرب.